هسه عندنا الايام دي في مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك يقول لك ابو القنفذ، تعرف ابو القنفذ؟ أيوة. يا سليمان ابو القنفذ ده قالوا الليله دي حكايه اليوم ده اشاعه لافه كده قالوا بيجيب 300 مليون ايوه. فعندنا جماعه سماسره اصحابنا هنا في الدلاله، ناس عبد المنعم علي الضباح والنور بله قاعدين كده، جاء فيهم واحد صاحبهم بتاع عنده عربيه ابو القبيم بتبوبر بيها كده، وقف جنبهم كده قالهم كده، قام عبد المنعم قال لي يا اخي شنو انت قادينا بعربيتك دي؟ عربيتك دي مش 300 مليون ابو القنفذ واحد بيجيبها ده اللي ضو شنو؟ الدعايه قالوا ابو القنفذ بيجيب 300 مليون صحيح. فدي دعايات تخيل ليس يعني.